اخيرا تم اكتشاف الخطوه الاخيره من تطوير السكين الرهيب ببلود اوف ذا ديد مثل ما شايفينه قدامكم حاليا، واعتبر هذا اقوى سكين بتاريخ الزومبي وما راح يجي اقوى منه. فشوف الفيديو لتعرف التفاصيل. اوكي شباب، تم اكتشاف الخطوة الأخيرة لتطوير السكين ودمجه بالشوكة وصار شيء جدا جدا رهيب. تخيلوا السكين يقتلك الزومبي بضربة واحدة لراوند لا نهائي، لراوند انفينيتي بضربة واحدة، وبعض الشخطات بتقتلك مجموعة زومبي، يعني مجمع 3-4 زومبي بضربة واحدة راح تقتلهم كلهم، وراح تقتل أي بروتوس أو حارس سجن بضربة واحدة. شيء جدا رهيب. إذا أي واحد بده يوصل راوند عالي ببلود أوف ذا ديد أو بدك تجرب تحل اللغز سولو، فهالسكين راح تسهل عليك الوضع بشكل جدا جدا كبير. كنت بتمني انه شخص عربي يكتشف الخطوة الاخيرة بس للأسف ما صار الشيء. الخطوة الاخيرة جدا بسيطة واي واحد لعب موب ذا ديد يعرف الخطوة. طيب الحين راح احكي لكم الشرح كيف اطوروها لاخر تطوير. فبس اللي اكتشف الخطوة الاخيرة واحد اسمه أبسولوم او هيك شيء، فاي هو اللي اكتشف الخطوة، فلازم اعطيه الكريدت بهالفيديو. ومعلومة، ما راح اشرح كيف تطلع السكينة من الاول، سويت فيديو كامل اشرح لكم خطوة خطوة كيف تطلعوا السكينة اللي فيها 3 أحجار، بس راح اشرح بهالفيديو التطوير الاخير. راح اشرح بشكل جدا سريع 10 ثواني كيف هذيك السكينة بتجيبها. هذيك السكينة لازم تطلع الشوكة الذهبية، بعدين بعد ما تطلع الشوكة الذهبية تطلع التوموهوك المطور، بعدين في 3 أحجار بدك تجمعها. هالثلاث أحجار بتروح بتحولهم لبلورات عن طريق انك تقتل عن الأفخاخ، بعدين من البلورات هيك تحطها بالجهاز الجهاز يلي بيحول لك البلندر جات للماجما جات، وراح يحولوا لك اياها لسكينة ب3 أحجار. السكينة اللي بتطلعها ما هي قوية ابدا، يعني سكينة عادية، بس التطوير الاخير اللي راح تشوفوه هلا بعد ما تدمج السكينة هذيك بالشوكة راح يصير سلاح اسطوري. طيب الشرح كالتالي، بس تطلع السكينة تيجي على حوض الدم نفسه يلي بديت منه اول خطوات، تدخل عليه مربع وراح تطلع ايد تسحب منك السكينة. بعدين راح تنتبه انه هون على الكات ووك في سكينة على علامة مثل ما شايفين هون على اللوحة، ومحطوط تحتها ورقة فيها ارقام. بس تشوف العلامة عندك اياها لازم تطلع الاسيد جات، مو الماجما جات، الاسيد جات، البلندر جات عليه تركيب الاسيد نفس اللي عن الموجود كان عنا اياه بموب ذا ديد. وبعدين كل بساطة اللي عليك تسويه انك تنزل على منطقة الغسالة تحت وتقتل 100 زومبي. اللي ما لعب موب ذا ديد هي نفس الخطوة اللي تعملها بموب ذا ديد عشان تطلع الشوكة الذهبية. فانه يعني اللي لعبوا موب ذا ديد واللي خطر على باله هالخطوة نفس الشيء بالضبط، تجي على منطقة الغسالة تقتل 100 زومبي بالاسيد جات، وبعد ما تقتل 100 زومبي هدول راح تسمع صوت بالغسالة، طلع هيك صوت مميز على الغسالة عشان تعرف انه خلاص الخطوة خلصت. بعد هيك بكل بساطة كل عليك تسويه انك تطلع حارس السجن، تستنى راوند يجيك في بروتوس او حارس السجن، او في انك بكل بساطة الخطوة اللغز اللي كنا نسويها انك تروح على الارقام تحت وتحط الارقام اللي هي 666 وراح يجيك منها حارس السجن. فالمهم بس يجيك حارس السجن كل عليك تسويه انك توديه على اللوحة الموجودة بالنص، وهنيك لازم تقتل حارس السجن بسكينة. فيا ما يكون عندك البيرك اللي يخلي سكينتك قوية، او تستعمل علكة انستا كيل، اي شيء، المهم لازم تقتله بسكينة. وبعدين خلاص بجرب تقتله بسكينة راح تنتبه انه الورقة اللي تحت اسمه اختفت، روح بعدين على الحوض وراح يطلع لك السكينة. ما تتركم سكينة جدا جدا قوية تقتل اي حارس سجن بضربة واحدة واي زومبي بضربة واحدة لراوند لا نهائي، يعني ما في راوند معين وتخف قوتها، وبعض الاحيان تقتل لك مجموعة زومبي بنايف واحد. شيء جدا جدا رهيب، وصراحة كنت متمني انه نكتشف السكينة هي قبل ما نحل اللغز، كانت خلت حل اللغز جدا سهل علينا. فاي شباب اعتبروا نهاية الفيديو، لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت اذا راح تطلعوها او لا، وبس كان معكم مشاركيه بشركه كشكم دي هالتاني، ان شاء الله مع السلامه.